شكرا مهيك. اليوم بالذات اتأكدت انه ما في اي حدا بيفرق. كانتا أنا برأيي نتصل بالشرطة فورا. رافي ما في داعي، الشرطة ما فيها تساوي شيء. ما في فايدة من هالشي بعد هلا. لا تخافي، أنا بحكي مع مرت عمك. لا ما بدي مشاكل، أنت فيك تروح. فيكي خدو على البيت بسرعة وأعطيه كاسة حليب وأدويته، وإذا حاول يتذاكب شي شغلة اتصل فيني فورا. ماشي مهيك. الشي اللي ساويته مع مرت عمي كانتا رح يورطني بمشاكل كبيرة. ما عم صدق هالشي. هالبنت مو بس خانت ثقة كانتا وخانت ثقتي. بلوانت لا تخلي قلبك قاسي كتير. بالرغم من الشي اللي صار نحن رح نضل عيلة. تعلم تتقبل وتسامي وكل شي رح يكون منيح. لا ممكن يجي يوم وكانت تقدر تسامحها لمهيك، بس أنا بعمري ما رح سامحها. اسمعوني، نحن بهذا اليوم عانينا كتير، خلص ما لازم عاد نتخانق. خلو كانتا ومهيك يحلوا القصة. أنا
ما أصبر من الشيء اللي عملته. بس بترجاكي إنك تسامحيني مرت عمي. أنا آسفة مرت عمي، بعرف إنه أنت بدك ياني أكون مبسوطة، وبعرف إنك خايفة إذا رجعت قربت من شوريا مرة تانية رح يرجع يأذيني كمان مرة. بس يا مرت عمي صدقيني شوريا عم يحاول يصلح كل اللي صار بيناتنا. مرت عمي أنا بعترف إنه شوريا خان ثقتنا وقت اللي سرق الوصفات تبع أمي، بس هو اعترف بغلطه قدام كل العالم مو هيك؟ واعتذر كمان عن كل الأخطاء. شوريا كرمها لأمي وقت اللي سمى الشارع باسمها، واعتذر منا كلنا على هذا الشي. قاتل هدوك الشباب كرمالي وحماني كمان من آجي أكتر من مرة، واليوم إجا لهون لعندي مع أنه مرضان وحالته كتير سيئة، بس ليثبت قدامكم قديش هو بيحبني. توجع بدون ما يحكي ولا كلمة. مرت عمي أنا ما بظن أنه شوريا عم يخدعني هلأ. مرت عمي بترجاكي أحكي شي كلمة، بترجاكي لا تضلي ساكتة، فيكي تعاقبيني إذا بدك. يا حلوه